يعتبر السلطان عبد الحميد الثاني آخر خليفة عثماني امتلك سلطة فعلية، وقد تولى الحكم في 31 من آب 1876 خلفا لأخيه السلطان مراد الخامس. تجددت الحرب ثانية بين الروس والعثمانيين 1877 إلى 1878، وفرضت على العثمانيين معاهدة سان ستيفانو في 3 من آذار 1878. هذه المعاهدة التي كانت بداية لخسارة الدولة العثمانية للمزيد من ممتلكاتها في أوروبا. وبعدها وبنفس العام في الفترة بين 13 من حزيران إلى 13 من تموز، انعقد مؤتمر لندن الذي لم يخدم المصالح الروسية هذه المرة، بل جاءت وبثت الروح من جديد في الدولة العثمانية وطولت من عمرها، حيث كان الأوروبيون يترقبون انهيارها يوما قبل يوم لتقسيم ممتلكاتها، ولكن هذا لم يتحقق حينها. استغلت دول البلقان هذه الأوضاع لصالحها، فالجبل الأسود أعلنت استقلالها وكذلك صربيا ورومانيا، واحتلت النمسا كل من البوسنة والهرسك، وحصلت بلغاريا على الحكم الذاتي لتقوم لاحقا بضم روميليا الشرقية أيضا، وأضحت قبرص تحت أيدي الإنجليز، وباتت ولايتي قارس وأردهان في كردستان في شرقي الأناضول تحت سيطرة روسيا، كما أصبح ثيسالية وجزء من إيبروس تحت حكم اليونان. وبالتالي قدرت مجموع المساحة التي انسلخت عن الدولة العثمانية ب210,000 كيلو متر مربع، يقطنها حوالي 5.5 مليون نسمة، أي نحو 5 إجمالي مساحة الإمبراطورية. كل تلك الأحداث والتي باتت تعرف بالمسألة الشرقية جعلت من الدولة العثمانية دولة ضعيفة مترهلة، أطلقت عليها تسمية الرجل المريض. أثر هذا الضعف في كل مناحي الحياة وبشكل أخص الناحية الاقتصادية، لدرجة أن الدولة العثمانية اضطرت لاقتراض أموال طائلة من الخارج ولتغرق بالديون، وكان لابد للسلطان عبد الحميد أن يجابه تلك الأزمات التي باتت من نصيبه، ولا سيما بعد فشل الذين سبقوه في عمليات الإصلاح التي قاموا بها والتي عرفت باسم التنظيمات، وكانت نتيجتها لاحقا صدور أول دستور عثماني عام 1876. يقر السلطان العثماني عبد الحميد في مذكراته بهذه الأوضاع البائسة، ويؤكد بأن سياسة عمه السلطان عبد العزيز 1861 إلى 1876 هي التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه في عهده، وأحد الأسباب الرئيسية في ذلك أنه لم يكن ذا موقف واضح في سياسته الخارجية. بدأ السلطان العثماني عبد الحميد بالتقرب من الألمان الباحثين عن امتيازات في الشرق ردا على سياسات كل من بريطانيا وفرنسا حيال الدولة العثمانية والاستيلاء على أراض تابعة لها أو تحت سيادتها، ليسود بين الدولتين العثمانية والألمانية علاقات طيبة كانت من ثمارها بناء سكة حديد برلين بغداد ومشاركة الألمان في تدريب الجيش العثماني وغيرها من القضايا المشتركة. وهذا لم يرق لفرنسا ولا لإنجلترا ولا حتى لروسيا. أمام هذه التحديات الخارجية إضافة إلى الأوضاع الداخلية البائسة والمضطربة، أراد السلطان عبد الحميد أن يثبت أنه جدير بالسلطنة رغم صعوبة الأوضاع، ولا بد من الدهاء والمكر للاستمرار، حيث صرح بذلك في مذكراته بقوله: عندما تليت كرسي الحكم خلفا لأخي وجدت نفسي محاطا بأناس يريدون تقييدي
بشباك من المؤامرات والدسائس، ولكي أحافظ على حياتي وعرشي قررت أن أرد مكرهم بمكر أدهى وأمر. وفعلا بدأ بإرضاء العثمانيين الجدد، وهم فئة من الشبان المثقفين المطلعين على الثقافة الأوروبية والمتأثرين بقوانينها والراغبين بإصلاح الدولة العثمانية وفق دستور جديد عرف بالمشروطية أو القانون الأساسي. وقد حكم وفق ذلك السلطان عبد الحميد مدة سنة ونصف من 31 من آب 1876 حتى 13 من شباط 1878 ميلادي. وخلالها لم يكن للسلطان عبد الحميد القول الفصل، وإنما كان لمدحة باشا 1822 إلى 1884 الذي كان يترأسهم والذي أعلن عن الدستور في 23 من شهر كانون الأول 1876. وبالفعل لاقى السلطان عبد الحميد الدعم منهم، ولكن شريطة قيامه بإصلاحات في الدولة العثمانية، إلى أن السلطان أخل بهذا الوعد بعد عام من الاتفاق، وبدأ بانتهاج سياسة جديدة كان أولها تعطيل الدستور الذي استمر معطلا حتى نهاية حكمه، وشدد الرقابة على الصحف والمجلات والكتب، وما عاد شيء يطبع إلا بإذن من لجنة خاصة شكلها لهذا الغرض. خلال هذه الفترة بدأ السلطان عبد الحميد برسم تقسيمات إدارية جديدة للدولة، ومارس سياسة مستبدة لم يسلم منها معظم رعايا الدولة، وقد أقر بأهمية المخابرات في حياة الدولة واعتمد عليها كثيرا، وكذلك الشدة في التعامل مع مواطنيه، كما أنه رأى أن بلاده ليست مؤهلة لخوض تجربة النظام البرلماني، بل رأى أنه من الضروري إنشاء سلطة قوية قادرة على التصدي للنزعات الاستقلالية لدى القوميات وعلى مواجهة تدخلات أوروبا في شؤون الدولة. كان للكرد نصيبهم من هذه السياسة، وهو يبين في مذكراته صراحة موقفه من الكرد والرغبة في صهرهم على حساب تقوية العنصر التركي في بلاد الروم والأناضول وفق توصيفه. كانت الانتفاضات الكردية قد سبقت عهد السلطان عبد الحميد وتواصلت في عهده أيضا، ولا سيما بعد الانتصارات التي حققتها روسيا على الدولة العثمانية في نواحي قارس وبايزيد وساغانلوغ وقلعة خينيس في أواخر 1877 ميلادي وبداية 1878، حيث حفزت الكرد للانتفاضة ضد العثمانيين وشملت مناطق عديدة في ماردين وهكاري وبهدينان وديرسوم، وقد قمعت بكل قسوة من قبل العثمانيين بأبشع الوسائل والطرق بعيدا كل البعد عن القيم والأخلاق الإنسانية. كما قامت ثورة في الجزيرة، جزيرة بوطان، تزعمها عثمان باشا بدر خان وشقيقه حسين باشا بدر خان، وأعلن حسين باشا استقلال كردستان العثمانية لفترة قصيرة ونصب نفسه أميرا عليها، وكانت الخطب تقرأ في المساجد وتذكر اسمه. ورغم مقاومتهم الشديدة للقوات العثمانية والانتصار عليهم في أكثر من مرة، إلا أن العثمانيون تمكنوا في النهاية من اعتقال الشقيقان عام 1879 ميلادي، ومن القضاء على هذه الثورة بوسائلهم الوحشية وبتلك الطرق البشعة التي تحلت بها الدولة العثمانية في التعامل مع كل من يعارض دكتاتوريتها وسلطتها الاستبدادية، وكل الذين رغبوا بالعيش أحرارا وبعيدين عن التبعية والخنوع. كما أن شيخ عبيد الله نهري قاد ثورة عام 1880 والتي تركت الأثر الأكبر في النفوس، كما وأنها زرعت الخوف في نفوس العثمانيين رغم فشلها فيما بعد وعدم تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها،
بل أنها كانت من الأسباب التي جعلت من السلطان عبد الحميد يغير سياسته حيال الكرد لاحقاً. هذه الثورة كانت تمتلك أساليب جديدة وفكر جديد، ففي حين كانت الثورات السابقة تقتصر على رقعة جغرافية محدودة وأهداف استقلالية أيضاً ضمن إطار جغرافي محدود، فإن عبيد الله النهري كسر هذه القاعدة وبات يطرح مفهوم الشعب الكردي والأمة الواحدة ولها الحق في تقرير المصير. والمميز أنه كان يرى في نفسه ممثلاً عن الكرد في كل من إيران والدولة العثمانية المتقاسمين لبلادهم. ولأول مرة يجتمع حوالي 220 زعيماً قبلياً ورجل دين وإقطاعي وأعيان ووفود من مناطق عديدة من كردستان. لا بل أرسل الشيخ عبيد الله إلى الإنجليز طلباً لتقديم الدعم للثورة، وضمنها بوعود أنه سيمنح المسيحيين كامل حقوقهم الدينية والثقافية. ومهما يكن، فإن ظروفاً عديدة لم تساعد في نجاح هذه الثورة. إن مجمل تلك الظروف الخارجية والداخلية للدولة العثمانية جعلتها تتقرب وبخبث ومكر من الكرد، وتهتم بهم وتمنح بعض الشخصيات الكردية وظائف عالية في الدولة، ورغبت في تشكيل وحدات عسكرية منهم للمساهمة في الدفاع عن حدود الدولة العثمانية، وخاصة في جبهة الروس، ولا سيما بعد تأزم العلاقة بين الأرمن والسلطنة العثمانية وما تلتها من أحداث. وفعلا تم تشكيل وحدات خيالة غير نظامية من الكرد وبفرمان من السلطان عبد الحميد، وذلك في عام 1891 لحماية قرويي الأناضول الشرقية وفق تعبيره أو توصيفه، وباتت تعرف بالفرسان الحميدية، والتي كانت محل استهجان الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وإنجلترا وروسيا، وطالبت بحلها والاستعاضة عنها بتشكيل وحدات عسكرية من الأرمن. لقد كانت أهداف السلطان واضحة من تشكيل هذه الوحدات الكردية، وإذا كان الظاهر هي لمجابهة أي خطر روسي أو من حلفائه في الداخل، إلى أن السلطان كان يدرك أنه بذلك سيضعف من شأن الحركات الكردية أيضا، وستمنعهم من أي تمرد محتمل. وحتى يكسب ثقة الكرد أكثر، بدأ بفتح المدارس في مناطقهم ومناطق تواجدهم، وحصر الدراسة بأولاد شيوخ العشائر الكردية، وصرف من أجل إنشاء هذه المدارس 8 ملايين ليرة من خزينة الدولة. لقد كانت لهذه المدارس تأثيرها في نمو الوعي الكردي، وبدأ ذلك جليا في نهاية القرن 19 وبدايات القرن 20، حيث بدأ المشهد الثقافي الكردي يتغير شيئا فشيئا. فقد تم إصدار أول صحيفة كردية في القاهرة في 22 نيسان 1898، وحملت اسم كردستان، كان رئيس تحريرها مقداد مدحت بدر خان باشا، كما أضحت إسطنبول مركزا سياسيا وفكريا هاما لليقظة الكردية أيضا. كان لآل بدر خان دورا كبيرا في ذلك، ساهمت في اندفاع الكرد للقيام بتمردات ومظاهرات عديدة ردا على السياسات الممارسة حيالهم، وشملت مدنا كثيرة بين الفترة الممتدة بين 1905 إلى 1907 كانتفاضة أكراد دير سمعة 1905، والمظاهرات الضخمة التي قام بها الكرد في اسطنبول عام 1906، ومظاهرات بدليس 1907 والتي تحولت إلى مواجهات مسلحة. لابد من ذكر الأهمية التي كان يتمتع بها رجال الدين في تلك الفترة، والذين كانوا على علاقة طيبة بالسلطان العثماني، ومنهم سعيد النورسي الكردي الذي أوصل للسلطان مجموعة طلبات تخص الكرد ومناطقهم، وطالبه بالاهتمام بهم كما يجب،
وفتح مدارس وجامعات لهم وأرسال مدرسين ناطقين باللغة الكردية. كما قدم الشيخ عبد السلام برزاني ونور محمد من دهوك عريضة إلى السلطان مطالبين باعتماد اللغة الكردية في مقاطعاتهم كلغة رسمية واستخدامها في التعليم وتعيين موظفين ناطقين باللغة الكردية وغيرها من المطالب. لم تنجح سياسة السلطان العثماني عبد الحميد في محاولاته لتدارك الضغط الأوروبي من جهة ومواجهة المعارضة الداخلية من جهة أخرى، والتي بدأت تنشط أكثر من خلال جمعية الاتحاد والترقي، والتي عقدت مؤتمرها الأول في باريس 1902، وضمت في صفوفها أعضاء من أصول وقوميات مختلفة، تجمعهم رغبة التخلص من السلطان عبد الحميد، وتمكنت بالفعل من السيطرة على زمام الأمور، وإجبار السلطان عبد الحميد على إقالة الوزارة في عام 1908، وأعلان الدستور وأطلاق سراح السجناء، سميت بالثورة المشروطية، ومن ثم إلقاء القبض على السلطان وسجنه عام 1909، لتكون نهاية مرحلة هامة في تاريخ الدولة العثمانية. وليظن الكرد بداية أن التغييرات التي حدثت في الدولة العثمانية ستخدم مصالحهم أيضا، إلا أنه ما لبثت أن أفصحت جمعية الاتحاد والترقي عن فكرها الذي لا يقبل إلا الثقافة واللغة التركية وسياستها الرامية إلى تتريك العناصر غير التركية، فانسحب الكرد من هذه الجمعية وأسسوا تنظيمات سياسية خاصة بهم، أولها جمعية كرد تعاون وترقي في 19 من أيلول 1908، وذلك قبل أن يصدر الاتحاد والترقي في 23 من آب 1909 قرارا بمنع تأسيس الجمعيات والأحزاب ذات الأهداف السياسية والقومية والحد من نشاط الجمعيات الثقافية. أثر ذلك توجه الكرد نحو تشكيل منظمات طلابية كجمعية هيفي للطلاب الكرد عام 1911، واشتد استبداد الاتحاديين حتى استقالة الحكومة في تموز 1912 بعد هزيمتهم أمام إيطاليا وخسارتها ليبيا، لتحل محلها حكومة الائتلافيين المعتدلين التي قامت ببعض الإصلاحات. وسمحت بقيام الجمعيات والتنظيمات السياسية والأدبية غير التركية، إلى أن هذا لم يدم طويلا بعد خسارتهم في البلقان، حيث تمكن الاتحاديون من الاستيلاء على السلطة ثانية في بداية 1913، ومنعوا مرة أخرى كل نشاط سياسي قومي غير التركي. لم ييأس الكرد من قرارات الأتراك العثمانيين تلك، بل زادوا في نشاطهم وأفصحوا عن مطالبهم جهارا في الحكم الذاتي لمناطقهم وتأسيس جيش كردي وبناء مدارس كردية والمطالبة بأن يكون جميع الموظفين والعاملين في مناطقهم من الكرد وغيرها من المطالب. وبدأت الأرضية تتهيأ لتمرد شعبي بدأ من بدليس وعم مناطق شاسعة من كردستان، كما أعلن الشيخ عبد السلام برزاني انتفاضته في كردستان العراق. فما كان من الأتراك العثمانيين إلا أن مارسوا أبشع الوسائل في إخماد تلك الانتفاضات والثورات وأصدار قرارات أخرى فيما يتعلق بالكرد وقمع تحركاتهم، وحينها كانت طبول الحرب العالمية الأولى تقرع. اندلعت الحرب العالمية الأولى 1914، واختارت الدولة العثمانية المشاركة إلى جانب الألمان، وتمخضت عن هذه الحرب نتائج كارثية سواء الخسائر البشرية حيث الملايين من القتلى والجرحى والمعاقين، والخسائر المادية حيث دمار وخراب للمدن وبناها التحتية، إضافة إلى تدمير المعامل والطرق والسكك الحديدية والموانئ وإتلاف المحاصيل الزراعية وغيرها، إضافة إلى النتائج السياسية حيث رسمت حدود الدول من جديد.
كانت لبلاد الكرد حصة وافرة من هذا الخراب والدمار، وكان الحلفاء قد أعدوا اتفاقيات قبل نهاية الحرب لتقسيم الشرق الأوسط والتركة العثمانية فيما بينهم، منها اتفاقية سايكس-بيكو 1916، والتي كشفت عنها الثورة البلشفية الشيوعية عام 1917 في روسيا بعد انتصارها على النظام القيصري وإعلانها النظام الاشتراكي. وتضمنت تلك الاتفاقية تقسيم الشرق الأوسط بين كل من فرنسا وإنجلترا، وانحسرت حدود الدولة العثمانية ولم يتبقى لها إلا أجزاء من تركيا الحالية. كان الكرد من أكثر الشعوب المتضررة من هذه الاتفاقية، وذلك لأنهم باتوا مجزئين بين أربع دول: سوريا، تركيا، العراق وإيران. بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها، واستسلمت الدولة العثمانية مواقعة معاهدة مودريس في 30 من تشرين الأول 1918، بدأت الجمعيات الكردية ومن خلال صحافتها تدعو إلى استقلال كردستان وتأسيس دولة كردية. شجعتها وعود الحلفاء وخاصة بريطانيا، وأعلان مبادئ الرئيس الأمريكي ويلسون 1856 إلى 1924 في حق الشعوب في تقرير مصيرها. فعندما دعت الدول الأوروبية إلى مؤتمر الصلح السلام الذي انعقد في باريس 1919، كان للكرد مشاركة فيه بوفد، وتم مناقشة قضيتهم رغم اعتراض إيران وتركيا ومحاولاتهم لمنع ذلك. وقد ترأس الوفد الكردي شريف باشا، وهو محمد شريف بن سعيد باشا بن حسين باشا الخندان، من عائلة بابان الكردية المشهورة، التي تسلمت الكثير من الوظائف العليا في الدولة العثمانية، فكان والده وزيرا للخارجية ثم رئيسا لمجلس شورى الدولة. عين عام 1898 وزيرا مفوضا للدولة العثمانية في ستوكهولم، وظل في منصبه حتى إعلان الدستور العثماني 1908. توصل المجتمعون في المؤتمر إلى مجموعة قرارات بخصوص الكرد، ومن ضمنها رفض أي انتداب على كردستان ورفض السيطرة التركية عليها، وتركوا الخيار للكرد بتشكيل دولة واحدة أو مناطق متعددة، ولكنهم ربطوا مصيرها بتشكيل الدولة الأرمنية. كما تعهدت كل من فرنسا وبريطانيا بحماية الكرد ضد أي اعتداء من قبل الترك ومنع المشاكل الحدودية في المناطق الكردية. بدأت مرحلة جديدة في حياة الكرد، وبدأت القضية الكردية تأخذ في كل دولة، تركيا، العراق، إيران وسوريا، منحا خاصا بها، وأن اشتركت أحيانا في بعض الأحداث. لكن المشترك المميز أن كل الأنظمة التي حكمت هذه الدول تنكرت للكرد وما فعلوه في تاريخهم خدمة لهذه الجغرافيا التي يسكنونها، بل مارسوا أبشع أساليب القهر والاضطهاد، كما حاولوا مرارا وتكرارا محو الهوية والشخصية الكردية، ولكن كلها باءت بالفشل، فالكرد ما زالوا مصرين على نيل حقوقهم، وما زالوا يحلمون بوطن ديمقراطي حر يعيشون فيه بسلام جنبا إلى جنب مع كل القوميات والإثنيات الأخرى بكل معتقداتهم ومذاهبهم، وبعيدين عن التناحر والحروب المدمرة.